ريكورد، راح نبلش تسجيل لهذا الميتنج، لانه هذا الميتنج بصراحه يدرس لاجيال. هذا الميتنج انت كابلاين او كشخص صار لك معانا زمان بهذا البزنس لازم تسجل كل معلومه بيحكيها دكتور اسلام، عشان لما بيكون عندك ساين اب جديد، لما شخص بيسجل معك، اول اجتماع بيكون بينك وبينه هو الاجتماع اللي هو اسمه اورينتيشن، اللي بنتكلم فيه عن الدريمز والكوميتمنت والنتورك ماركتنج اندستري، هاو تو بيلد، هاو تو جرو فاست. هنتكلم فيه على كثير امور. جاهزين يا جماعه؟ ار يو ريدي؟ افتحوا الكام، الكل يفتح كام. نظمي ممكن كايزن، اوكي دكتور اسلام بس نحطه كو هوست. اوكي ممتاز. الكل يا جماعه يفتح الكاميرا. طبعا الفيديو اللي شفتوه قبل شوي يعني للاسطوره بتاعت النتورك ماركتينج، ما فيش داعي نتكلم. احنا محظوظين، انا محظوظ اني انا موجود مع انسان زي هيك. قبل شوي بعثت له على الواتساب وبيحكوا لي ليش بتحب دكتور اسلام. السبورت، الدعم، الفيجن، التعليم، الاهتمام، الكير، الابلاين اللي بيهتم. هذا الانسان اللي اخذ على عاتقه انه يمسك السيستم تبعنا from A to Z، وكل شيء استفاده وتعلمه والنتائج اللي عملها بالعشر سنين الماضية، هو وعد الناس اللي حتلتزم بهذا السيستم بإذن الله راح تعمل إنجازات صاروخية خلال السنوات اللي قادمة. خلال سنتين أو ثلاث سنوات يا جماعة راح نشوف أشخاص انولدت من هذا التيم، وانولدت مع هذا السيستم، وعملت نجاحات بمئات آلاف ويمكن كمان بملايين الدولارات. فبدي اياكم كلكم تكونوا مركزين معي. اليوم موجود معانا دبل دايموند دايركتر، اسرع دايموند دايركتر بجنس، واسرع دبل دايموند دايركتر بجنس، واول دايموند دايركتر بالشرق الاوسط، والانسان اللي حط الشرق الاوسط بشوال وسكر عليه. ما فيش اي مخلوق بيدخل على جنس بالميدل ايست الا بيكون ضمن الاورجنايزيشن تبعته. هذا الانسان اللي هلا صار لقبه المليونير المصري، مش عشان عمل مليون دولار، هاي مليون دولار عملها زمان، لانه ساعد وصار النتورك تبعته فيها ملايين الاشخاص، وساعد الاف الاشخاص انها تعمل اكسترا انكم. انا بحكي دائما مع كوتش نظمي نفاع، تخيل لو احنا عايشين بمصر وبدنا ندخل على كي ميتنج ولا ندخل على اجتماع بكافيه شوب، بكوفي شوب، بيكون بس الليدرز اللي موجودين معانا، الاميرالدز والروبي دايركتورز، دكتور اسلام ودكتور اسلام مصري، بتشوف ترسانة سيارات، معرض سيارات، اللهم صل على سيدنا محمد. المحيط اللي هو خلقه بهذه الصناعة يشهد له فيه. أنا فخور ومتحمس جدا، وأنا زيكم راح أقعد أسمع وأتعلم من الأسطورة، من ليونيل ميسي، التسويق الشبكي، دكتور إسلام محمد، the mic, the stage, the team, the system، وكلياتنا موجودين معك. إذا سمعني دكتور إسلام يعطيك العافية، وأنا بقدم لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية يعني والله كنت شادي، شكرا جزيلا جدا على المقدمة الرائعة دي. شادي يعني من واحد يا جماعة، الناس اللي يعني ممكن تبقى عارفة كنت شادي الزواني، شادي من أحسن الناس ومن أقوى الناس ومن أفضل الناس اللي أنا شفتها في مجال النتورك ماركتينج. وإذا كان هو بيتكلم على الدعم، فهو من أكتر الناس اللي أنا شفتها بتعمل سبورت ودعم لي الداون لاينز بتوعها. يعني واحد من الناس اللي فعليا وحرفيا he will be one of the best networkers in the middle east ان شاء الله باذن الله. وغير كده ولا كده، اللقب بتاعه يا جماعه مسمينه كده الدينامو. اوكي الراجل ده هتشوفه بعد كده يعني ايه الريل مينينج او المعنى الحقيقي لفكره شخص يلقب بلقب الدينامو. طيب اولا طبعا انا بتكلم من العربيه ليه؟ عشان مش عايز صدعكم، بس لان انا في البيت عندي لسه ربنا رزقني بمولود كده جديد، اوكي ايوان. فالفكره كلها ان في حفله في البيت، تمام، ولسه خارجين من المستشفى وكده، فقلنا نتكلم في العربيه. اوكي طبعا اول حاجه وقبل اي شيء، الله يبارك فيكم، قبل اي شيء احب اعرف حضراتكم بنفسي. انا اسمي اسلام محمد، دكتور صيدلي، خريج كليه صيدله جامعه القاهره دفعه 2010، وبشتغل في مجال النتورك ماركتينج
والصناعة اللي ليها كل الشرف ان احنا بنشتغل مع بعض فيها بقالي دلوقتي حوالي تقريبا 10 سنين. يمكن العشر سنين دول كانوا بمثابة نقطة التحول الكامل في حياتي. الفكرة كلها فين؟ الفكرة كلها ان كلنا يا جماعة بلا استثناءات بنبدأ نفس البداية، ولكن دائما بتختلف النهايات. صح ولا مش صح يا جماعة؟ صح ولا لا؟ اي مشوار بتلاقي ناس كتير بدأت نفس البداية، بس هل ناس كتير او هل كل الناس بتوصل لنفس النهاية؟ لا طبعا. صح ولا مش صح؟ It depends on the actions, it depends on the performance, it depends on المجهود والتعب والشغل والتركيز اللي انت بتبذله على مدار المشوار بتاعك للوصول لأي حاجة انت عايزها. ولكن النهاردة يوم هيكون شوية مختلف، تدريب من نوع مختلف، هو أول تدريب للأشخاص الجدد من الناس اللي أخذت القرار إن هي to join جناس و to join Team Glory و to join Kaizen Organization و to join الإندستري العظيمة هي Network Marketing. ده أول تدريب لكل الناس عشان تبقى عارفة السيستم اللي احنا هنشتغل بيه وهنمشي ازاي وكل الخطوات. ولكن قبل أي شيء، بص يا جماعة عشان تعرفوني بعد كده لما ندخل ميتينجز مع بعض، أوكي؟ أنا بيجي لي عقدة نفسية من لما بتكلم وقدامي شاشة سودة، بحس والله ان انا معقد نفسيا. ثانيا، ده للناس اللي قافله الكاميرات يعني. ثانيا، اوكي، عندي هاجس يا ريت تشيله من دماغي. الهاجس ده هو ايه؟ ان اي بني ادم، اي شخص يا جماعه، اي شخص انا بشوفه اوكي دايركت قافل الكاميرا، ده معناه ان هو بيعمل حاجه محدش عايز يشوفها خالص. تمام؟ فيعني اي حد قافل الكاميرا يا جماعه هو بيعمل حاجه احنا مش لازم نشوفها، اوكي؟ او في الحمام. تمام؟ يعني دي نقطة ثانية. فاذا حضرتك في الحمام 5 دقايق accepted، 10 دقايق accepted، بس ساعة هندعي لك كلنا، اوكي؟ هندعي لك كلنا. فلو سمحت ياريت نفتح الكاميرا، اوكي؟ كل الناس تفتح الكاميرا. بص يا جماعة، ما انت هو يا جماعة الكاميرات شغالة ايه؟ اما اللي كنت فاكر ان الكاميرات بايظة، كل الناس عارفين اصلاح الكاميرا. يا باشا انا قاعد ومركز وبسمع، لو سمحت انا اللي في الحمام ولا بعمل حاجه انت مش عايز حد يشوفها، اوكي؟ خليك فتح الكاميرا بقى، اوكي؟ ليه يا جماعه؟ لان فكره ان انت تكون فاتح الكاميرا في الاونلاين ميتينجز ده بيساعدك انك تركز. صح ولا مش صح؟ لان انت لو قافل الكاميرا اكشوال انت بتسمع لام كلثوم، خلاص اللي هو فاهم، غني يا سيدي غني. تمام؟ الفكره كلها لو حد جالك ممكن تقعد تتكلم معاه وتتناقش معاه وممكن يشغلك عن اي حاجه. صح ولا مش صح؟ ممكن تخش على الواتساب لو حد بعت لك مسج مثلا، ماسنجر راح واحد بعت لك حاجه فتسحلت معاه. انما طول ما انت فاتح الكاميرا ده معناه ان كل الابلكيشنز بتاعه الموبايل بتاعك او بتاعه اللابتوب مقفوله، صح؟ الزوم بس هو المفتوح. ده واحد. اتنين، لو حد جالك من بعيد بتبقى انت بتعمله ازاي؟ صح ولا لا؟ دي فكرة. ليه؟ عشان انت مش عايز يظهر معاك في الكاميرا. فايدت البوينت، فخليك فتح الكاميرا عشان ده يساعدك جدا جدا على التركيز. ونصيحة مني ليك بعد كده ان شاء الله في البرزنتيشنز، في جروبس البرزنتيشنز، ده هيزود معدلات الساين ابس بتاعتك. طيب، في البداية طبعا كل الناس اللي موجودة هنا فيهم ناس جديدة وفيهم ناس قديمة، ولكن انا النهاردة كلامي كله هيبقى عن او هيبقى مع الناس الجدد، الناس اللي لسه بادئه البيزنس. لو انت لسه بادئ البيزنس بقالك يوم او اتنين يا ريت ترفع ايدك كده، اوكي؟ ويلكم يا جماعه، حي والله، يعني ليا كل الشرف ان احنا هنتعامل مع بعض الفتره الجايه في واحده من ضمن اروع الرحلات اللي ان شاء الله هتعيشوها وهتشوفوها في حياتكم تماما. واقول لكم على حاجه يا جماعه، بعد فتره صغيره جدا باذن الله من الزمن هتكتشف ان يمكن يكون ده اصح قرار انت اخدته في حياتك، اوكي؟ هتشوفه يا جماعه ان شاء الله باذن الله. طبعا طبعا ان شاء الله. حلو؟ اصح قرار انت اخدته في حياتك على الناحيه الماديه وعلى الناحيه الشخصيه. You will be another person. انت هتكون بني ادم تاني، افضل، اقوى، احسن، انجح، كل الكلام ده كله ان شاء الله باذن الله هنشوفه مع بعض وهنعيشه مع بعض، لان ده اللي حصل لاسلام اللي بدأ from nobody
النهارده الحمد لله الدنيا اختلفت تمام. طيب طبعا كل الناس ممكن كنت شادي فيه ديفايس تاني بس هنتعبك معلش عشان انت اللي معاك الكنترول. اوكي طيب بصوا يا جماعه كل الناس شايفه السكرين عندي دلوقتي صح؟ شايفين الشاشه؟ اوكي بيرفكت. طيب اولا يا جماعه كل الناس لازم تكون في الاول شافت فيديو. الفيديو ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن جناس وبيتكلم عن كايزن اورجانيزيشن، وانا هتكلم دلوقتي وهبدا اتكلم عن واحد من ضمن الحاجات او الحاجات حاجه من ضمن الحاجات اللي مش موجوده في الفيديو، واحده من ضمن الحاجات النقط المحوريه في حياه حضرتك الفتره اللي جايه على مدار السنه او السنتين او الثلاث سنين اللي جايين دول. لان بمنتهى البساطه جدا الرحله اللي هتوصلك لكل حاجه انت عاوزها من الشغل ده اوكي هي رحله ثلاث سنين. اوكي هل حد عنده استعداد يا جماعه انه يشتغل معانا ثلاث سنين؟ ارفع ايدك لو انت راجل جديد. الناس الجديده يا جماعه، الناس الجديده عندك استعداد تشتغل معانا ثلاث سنين؟ اوكي بيرفكت. ثلاث سنين دول يا جماعه اوعدك وعد وهتشوف الكلام دوت، في خلال الثلاث سنين دول انت هتتحول تماما يا جماعه. I'm not offering money، انا مش بقول لك فلوس، انا بقول لك او مصاري يعني، انا بقول لك changing life، حياه بتتحول بالكامل ان شاء الله. ده اللي هيحصل في رحله الثلاث سنين الجايين دول. طيب اول حاجه عايز اتكلم عنها بعيدا عن جناس، جناس is one of the best companies، واحده من ضمن اقوى شركات النتورك ماركتنج على وجه كوكب الارض. عايزك بقى من دلوقتي كل المعلومات اللي هنبدا نتكلم فيها ورقتك وقلمك ومع بعض على طول، لان الكلام ده انت هتحتاجه في كلام جاي كتير. اول حاجه جناس هي the fastest growing network marketing company ever، هي اسرع شركه نتورك ماركتنج نموا على مستوى العالم. ديت النقطه الاولى. النقطه الثانيه لازم حضرتك تعرف انك بتشتغل في شركه مليانه opportunities للاشخاص اللي انت تعرفه. opportunities زي ايه؟ زي جناس فيها opportunity اسمها product opportunity، لان البرودكتس بتاعه جناس هي برودكتس ومنتجات قويه جدا الناس بتبقى حباها والناس بتشتريها، فدي اول حاجه and you will get paid وانت ساعتها هتعمل فلوس. النقطه الثانيه، ثاني حاجه هي البيزنس اوبورتيونيتي او فرصه العمل اللي مع شركه جناس اللي الناس بتدخلها. هنا لما بيشتروا برودكت بيبقى اسمهم كاستمرز، بيشتري برودكت ام باي باي، ولما بيخش تو ميك ماني عشان تو بيلد بزنس بيبقى اسمه وكيل او بارتنر او شريك او اي ار independent representative او وكيل مستقل او ممثل مستقل. بيبدا رحله من النجاح معانا وبنشتغل مع بعض علشان يعمل فلوس، وده اظن ان الناس كلها هنا داخل عشانه، صح ولا يا جماعه؟ صح ولا صح؟ حد داخل هنا يا جماعه عايز والله انا بدور على تطوير الذات ولا حد ها؟ اكيد كل الناس هنا داخله تو ميك ماني، صح ولا صح؟ هيدت البوينت. فالفكره كلها فين؟ ده الحاجات اللي موجوده في جناس، بلس ان جناس هي ليه من افضل الشركات واقوى الشركات؟ لان بمنتهى البساطه جدا دي شركه بقى لها 10 سنين قدرت الشركه دي في الشرق الاوسط ان هي تدخل بشعار هي وكايزن اورجانيزيشن اللي لسه هتكلم عنها وي ار نوت سيكينج تو بي نمبر 1، نحن لا نسعى ان احنا نكون رقم واحد، but we are seeking to be the only one، نحن نسعى ان احنا نكون الوحيدين. هذه الفكره، وعشان كده جناس سيطرت بالكامل على صناعه النتورك ماركتنج في الشرق الاوسط ولسه اللي جاي اقوى بكتير. بس انا جايب لكم مفاجاه يا جماعه لكل الناس الجديده.
حضرتك بدأت في شركة، الشركة دي الفيجن والرؤية بتاعتها ان الشركة دي هتكون بتبيع بكام؟ باتنين مليار دولار. ركز معايا، 2 مليار دولار فين في العالم؟ لا، في الشرق الاوسط. 2 مليار دولار في الشرق الاوسط؟ يس، الاجابه اه. امتى؟ من 2025 ل 2030 الرؤيه دي ان شاء الله باذن الله will be done. طيب حضرتك انا مالي اما تبيع؟ ربنا يبارك لهم، انا ان شاء الله ربنا يوفقهم. انا مالي؟ ركز معايا، جناس compensation plan، خطة العمولات بتاع جناس بتقول ان الناس الجديدة او الناس اللي بتشتغل في النتورك ماركتينج بيعملوا عمولات 50% to 55% من السيلز بتاعتهم. يعني انت والنتورك بتاعتك لو عملتوا مثلا 100,000 دولار مبيعات، انت والناس اللي معاك بتاخدوا من 50 ل 55,000 دولار عمولات. ماشي مع بعض؟ فاذا تخيل معايا بقى، لو جناس بتبيع باتنين مليار دولار، نصيب العمولات للناس اللي في الشرق الاوسط كام؟ كام يا جماعه؟ مليار دولار. طيب حضرتك برضو ده كل الناس، ايوه، مين اكتر ناس هتستفيد من القصه دي؟ اكتب عندك كده اسمهم The Pioneers، الرواد، الناس المبتدئين او اللي لسه بيبدأوا في اول ما الدنيا بدأت. جناس النهاردة في الشرق الاوسط بيبيع بكام؟ بستة مليون دولار. ده مبيعات شركة جناس في الشرق الاوسط شهريا، يعني سنويا بيبيع مثلا بأراوند من 60 ل 70 مليون دولار في السنة. تخيل معايا ان انت بادئ والشركة لسه بتبيع بسبعين مليون دولار، الشركة عندها تارجت ان هي تعمل 15 ضعف المبيعات اللي بتعملها امتى؟ اللي بتعملها النهاردة. 15 ضعف ايه؟ 25 ضعف. اوكي؟ 25 ضعف المبيعات اللي الشركة بتعملها النهاردة. السؤال يا هل ترى هل انا هكون من الناس المستفيدة؟ بنسبة 100%، لانك واحد من الناس البايونيرز. عشان كده قلت لك ده ان شاء الله في فتره قصيره هتكتشف ان ده اصح قرار انت اخدته في حياتك. ماشي مع بعض؟ الو، ماشي مع بعض؟ اوكي. طيب دي جناس. تعالوا نتكلم بعد كده عن مين؟ عن كايزن اورجانيزيشن. كايزن اورجانيزيشن هي المنظومه التدريبيه اللي جوه شركه جناس، المسؤولة عن السيستم والتدريبات وتعليم الناس ازاي يشتغلوا، ومن الاخر هي المنظومة اللي مسؤولة عن حضرتك ان انت واحد داخل ما عندكش معطيات، ما عندكش خبرة، ما عندكش اي حاجة، ازاي تتعلم جوه المنظومة دي وجوه الشركة دي ازاي تعرف تعمل دخل. لان في ناس كتير جدا ممكن من الناس اللي لسه بادئه اكتر سؤال في عقلك هو ايه؟ هل انا هعرف اشتغل الشغل ده؟ هو انا هعرف امشي فيه؟ طب انا هعرف اعمل زي ما الناس دي بتعمل؟ دي اسئله بتدور جوه عقلك، صح ولا في حد يا جماعه الاسئله دي بتدور جوه عقله؟ بصراحه بصراحه انا اكتر واحد كانت الاسئله دي بتدور جوه عقلي اول ما ابتديت. ولكن وجود منظومه تدريبيه بتعلمك ازاي تشتغل هتخليك من الاخر عارف كويس قوي ازاي تعرف تشتغل الشغل ده. ولكن يا جماعه جوه المنظومه التدريبيه بيكون في حيتان. اوكي، مين هم الحيتان اللي موجودين جوه كايزن اورجانيزيشن؟ اقوى، ومن اقوى، يعني اقول لك ايه، من اقوى الناس واقوى منظومه تدريبيه واقوى فريق ممكن تشتغل معاه هو تيم جلوري. تيم جلوري هو الفريق اللي انت هتكون تحت المظله بتاعته، الفريق اللي انت هتتعلم كل خطوة من الأشخاص اللي بيشتغلوا أو اللي أنت بتشتغل معاهم. هو الفريق اللي أنت هتطلع وهتكون بإذن الله very soon واحد من ضمن الأعمدة الأساسية والرئيسية جوه تيم جلوري. لأن إحنا عندنا شعار يا جماعة، القمة مش حكر على حد،
القمة لمن يستحق وليس لمن يريد. اللي عاوز يا جماعة يكون من الأعضاء الأساسية، من الناس المؤثرة، من الناس القوية، يكون مع تيم زي تيم جلوري، التيم اللي مبيعاته بتكسر المليون دولار شهريا جوه شركة جناس. فاهم انت هتكون مع تيم عامل ازاي؟ هي دي الفكرة يا جماعة. فالفكرة كلها انت في ايد امينة. اوكي؟ طيب خلينا نبدأ نتكلم عن حاجة مهمة جدا. ايه هي بقى؟ هي اسمها مفاتيح النجاح. ازاي انجح جوه البزنس ده؟ اوكي؟ في ثلاث مفاتيح للنجاح جوه الاندستري او الصناعة اللي اسمها النتورك ماركتينج، وجوه شركة جناس، وجوه كايزن اورجانيزيشن وتيم جلوري. ثلاث مفاتيح مهمين جدا. رقم واحد، اول حاجة، كل الناس يا جماعة، كل الناس دايما اول ما بتدخل معانا الشغل ده، وانا اول واحد يا جماعة، حلو، اول ما دخلت الشغل ده قعدت اسأل بقى، ها قولوا لي بقى اعمل ايه بالظبط عشان اعمل فلوس؟ يعني قولوا لي اكلم الناس ازاي؟ قولوا لي اظبط الدنيا ازاي؟ قولوا لي اعمل ايه؟ قولوا لي، يعني انا عايز اعرف الطريقه. صح ولا مش صح يا جماعه؟ مين يا جماعه عايز يعرف الطريقه؟ صح، كلنا بندور على الطريقه. لو قول لي بس الطريقه، قول لي اعمل ايه، صح. ولكن انا اتعلمت حاجه جوه الشغل ده، اكتبها عندك بقى، before you know how you have to know why. اوكي، قبل ما تكون عارف او ما تكون عايز تعرف من الاخر انت تعمل ايه، اسأل نفسك سؤال، انا هعمل ده ليه. before you know how you have to know why. ليه انا داخل البزنس ده؟ ليه انا عايز انجح جوه الشغل ده؟ ليه انا عايز اعمل نتائج من ورا الشغل ده؟ ليه؟ اكيد 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 رقم واحد واول مفتاح واصل النجاح، اكتب عندك، هو your targets and dreams، اهدافك واحلامك. ويمكن ده شغل مختلف عن اي شغل انت سمعته قبل كده او اي شغل انت اشتغلته قبل كده. صح ولا مش صح يا جماعه؟ اي شغل انت اشتغلته قبل كده يقول لك حضرتك شايف نفسك فين بعد 5 سنين معانا في الشركه؟ صح، تلاقي الاتش ار طالع كده بصوت غريب يقول لك حضرتك مش لما الشركه تكمل. صح ولا مش صح؟ حضرتك انت شايف الشركه فين بعد 5 سنين؟ انت ما تعرفش، عايزنا نعرف. صح ولا مش صح يا جماعه؟ ودايما بيكون الكلام عن المنظومه هنا في جناس، في كايزن اورجانيزيشن، في النتورك ماركتنج، في تيم جلوري، حاجه واحده بس، الكلام عن مستقبلك انت، الكلام عن حياتك انت، الكلام عن اهدافك انت، الكلام عن احلامك انت. عشان كده يا جماعه رقم واحد، what is your targets and your dreams، ايه اهدافك واحلامك؟ اول ما دخلت الشغل ده يا جماعه سالوني كده سؤال، انت عايز تعمل ايه من البزنس ده؟ قلت لهم بصوا انا عايز اعمل فلوس، انا عايز اعمل فلوس بس، فول ستوب، مش عايز اعمل حاجه تاني، فلوس وبس. فقالوا لي طيب عايز تعمل كام؟ بصوا يا جماعه انا كنت شخص قبل الشغل ده فاهم، عندي مفهوم معين، هو مفهوم خاطئ، ان الدكتور يفهم في اي حاجه. انت دكتور؟ اه، تفهم في اي حاجة، اي حاجة ان شاء الله تبيع عربيات تبقى انت دكتور؟ اه، تفهم في اي حاجة. ده اللي كان في عقلي يعني. المهم، فالفكرة كلها فين؟ الفكرة كلها الموضوع اول ما بدأت قلت لهم يعني حضراتكم ايه اكتر حاجة بتتعمل عندكم؟ فقالوا لي ساعتها مشاكر، كان مشاكر كام الف دولار كده في الشهر. قلت له بس هو ده اللي انا عايز اوصل. قال لي ايوة، ليه بقى؟ ليه عايز الفلوس دي؟ قلت له يا باشا من غير ليه؟ قال لي طب هتعمل بيها ايه؟ قلت له مالكش دعوه، انت هاتها وانا مسؤول قدامك مسؤوليه كامله ان انا اصرفها، بس هي تيجي. اول ما الفلوس هتيجي انا مسؤول اصرف لك كل الفلوس دي، بس انت ادهاني بس، مالكش دعوه انا هصرفها في ايه. فالفكره كلها فين؟ سمعت الكلام يا جماعه؟ فرق معايا جدا من 10 سنين. الكلام ده كان كالاتي، مش المهم الفلوس او المصاري، المهم هتعمل ايه بالفلوس او بالمصاري دي. لان بمنتهى البساطه جدا، لو انت النهارده معاك شنطه، لو انا جيت لحسن
خدي حسونه اهي شنطه معلم فيها مليون دولار حلو، بس وانت في الصحراء، في الصحراء لا معاك حد ولا في اكل ولا في شرب ولوحدك وفي الصحراء، تبص مش شايف حاجه ورا ولا قدام ولا حواليك، ليهم لازمه؟ ها يا جماعه حضرتك هتاكل المليون دولار، انت هتاكل الورق اصلا عشان تشبع، صح ولا مش صح؟ هي دي الفكره، او تولعهم وتقعد فاهم في عز السقعه تتدفى، صح؟ طيب لو انت وانت ماشي لقيت مكان بيبيع عصير وسندوتشات، قال لك حضرتك انت عايز ايه؟ قلت له انا هموت من الجوع والعطش، قال لك طيب انا ممكن ادي لك سندوتش واحد وعلبه عصير واخد الشنطه اللي في ايدك كلها، ساعتها المليون دولار يساوي كام؟ سندوتش وعصير، صح ولا مش صح؟ اذا الموضوع مش موضوع اعمل كام، الموضوع موضوع اعمل ايه بكام، صح ولا مش صح يا جماعه؟ هي دي البوينت. فاول حاجه ودي اهم نقطه اوكي ممكن تشتغل عليها الفتره الجايه ونتكلم فيها دلوقتي، هي لحظه هتو شير السكرين تاني، هي الاهداف والاحلام بتاعتك، هي انت عاوز تعمل ايه. ولكن ليه ده مهم؟ ليه ده مهم؟ لان كلنا يا جماعه بنبدا عند نقطه ايه، ده البدايه اوكي، كلنا معانا عربيه فراري، العربيه الفراري دي اسمها ايه؟ اسمها جناس، تمام؟ زائد ان انت معاك مين؟ معاك التيم والابلاين او الكوتش، الشخص اللي هيعلمك ازاي تسوق العربيه. تخيل معاك واحد بيعلمك ازاي تسوق العربيه ومعاك عربيه فراري بس مش عارف تروح بيها فين، ليها لازمه؟ لا طبعا. حضرتك انا هشغل التكييف واشغل المزيكا واقعد قاعد اعمل كده، صح؟ حضرتك ممكن تقف في بيتكو اسهل يعني واوفر، صح ولا لا؟ عشان كده دايما لازم يكون في بوينت بي، الدايركشن او التارجت اللي انت رايح له. اتعلمت حاجه في حياتي يا جماعه بتقول if you have nothing to die for you have nothing to live for، لو ما عندكش حاجه تقاتل عشانها ما عندكش حاجه تعيش عشانها. وكلنا يا جماعه عباره عن ايه؟ بني ادمين عندنا اهداف، واللي ما عندوش اهداف حياته بتبقى كوبي بيست، صح ولا مش صح؟ تصحى من النوم ينام بالليل، يصحى من النوم مش عارف يعمل ايه، بعد كده ينام، وعلى فكره رايح الشغل وجاي من الشغل او دوامه داير فيها وما عندوش هدف هو بيشتغل عليه، اه ولا لا يا جماعه؟ صح ولا مش صح؟ فرقم واحد يكون عندك اهداف واحلام واضحه. في واحد يقول لك طيب بص انا عايز اعمل 15000 دولار. ايوه ليه؟ اما عايزهم. ايوه في ايه يعني؟ معلش بص ركز بقى معايا في الكلام اللي جاي. الفكره كلها ازاي ترتب الاهداف بتاعتك؟ لان كتير من الناس يا جماعه وانا كنت واحد من الناس دي اللي ما كانش عندي ثقافه اسمها ان انا امسك ورقه وقلم واكتب انا عاوز ايه، صح ولا مش صح يا جماعه؟ ما كانش عندي الثقافه دي، لان كلنا لما بنتخرج بنشتغل في وظيفه معينه، الوظيفه دي ليها مرتب ثابت، فحياتك كلها متمحوره حول الايه؟ المرتب الثابت ده، صح ولا مش صح يا جماعه؟ الا النتورك ماركتنج في الشغل بتاعنا يا جماعه الدنيا مختلفه. عشان كده اكتب بقى الكلام اللي جاي. كل واحد مننا يا جماعه عنده ثلاث حاجات، حاجه اسمها احتياجات، تاني حاجه اهداف، ثالث حاجه احلام. ايه الاحتياجات؟ الاحتياج هي الاولويات، يعني والله انا عمري ما هروح اجيب عربيه وانا عليا فلوس عاوز اسددها، صح ولا مش صح يا جماعه؟ منطقي اه ولا لا؟ اه. ولو سددت الفلوس دي انا هبقى مبسوط جدا، صح ولا مش صح؟ اه صح. يبقى ده رقم واحد. اول حاجه ايه هي احتياجاتك؟ ايه هي اولوياتك؟ حتى وان كانت بسيطه. النتورك ماركتنج يا جماعه مش معمول عشان تجيب الفيلا والطياره والصاروخ،
لا نتورك ماركتنج في الاول معمول عشان تو تشينج ذا كواليتي اوف يور لايف، عشان تغير جوده حياتك، تبقى حياه مفيش عليك فلوس، معاك فلوس كويسه، بتعرف تصرف كويس، اللايف ستايل بتاعك تمام. بعد كده نبدا نتنقل على المرحله الثانيه، ماشي مع بعض؟ فاول حاجه هي الاحتياجات، رقم اثنين الاهداف، رقم ثلاثة الاحلام. خلينا نمسكها كده، هشبهها لك تشبيه بسيط. الاحتياجات دي قولوا لي يا جماعه ايه ارخص ارخص عربيه كل الناس تعرفها؟ عندنا في مصر اسمها 128، عندكم اسمها ايه؟ ارخص عربيه، اللي هو العربيه فاهم، اللي هو كل الناس بتبقى ايه فاهم راكب اول عربيه بتجرب فيها انك تعلم السواقه. كيا، بتتعلموا على كيا؟ ما شاء الله. احنا عندنا يا جماعه عربيه كده شبه بوكس الحديد، اوكي، اسمها 128، تمام. فده اول حاجه، فده العربيه ال 128. خلاص خليني اقول لكم 128، وان دي ابقى ابعت لكم صورتها يعني، تمام، هتفهموا انا اقصد ايه كويس. عربيه يا جماعه فيها الدكتور اسلام، فيها 128، اول سياره لي بالنتورك. هايل. هي العربيه اللي انت فاهم ما بتسوقش كده يعني، ما فيهاش فتيس، ما فيهاش، اما فيها ايه، ايدك وتقعد تعمل كده على الارض فبتتحرك. المهم يعني ما علينا، اوكي. فالمهم الفكره ان دي 128. طيب الاهداف، هي عربيه فور اكزامبل راكب مثلا عربيه مثلا ميتسوبيشي لانسر، كيا سيراتو، عربية من العربيات اللي هي ايه، عربية نيسان مش عارف ايه، هوندا مش عارف مين، الكلام ده كله. دي الاهداف. طب الاحلام، انك تكون راكب بي ام دبليو، مرسيدس، انك تكون راكب عربية بقى، صح ولا مش صح؟ ممكن اسألك سؤال، ايه اللي يحمسك اكتر؟ ايه اللي يخليك متحمس اكتر؟ ايه اللي يخليك بتشتغل اسرع واقوى وانت ما معكش عربيه خالص؟ انك تجيب 128 ولا انك تجيب ميتسوبيشي لانسر او كيا سيراتو او كده، ولا انك تكون جايب بي ام دبليو او مرسيدس؟ اكيد 128، صح ولا مش صح؟ ليه؟ علشان هي الاقرب اليك، هي اقرب حاجه ليك دلوقتي تقدر تعملها. يس اور نو، صح ولا مش صح يا جماعه؟ هي دي القصه. فالفكره كلها هتلاقي نفسك، اكتب عندك كده، كل ما خط النهايه قرب كل ما سرعتك زادت، كل ما خط النهايه قرب كل ما سرعتك زادت. عشان كده الاحتياجات احنا بنقول عليها اهداف قصيره المدى، اهداف قصيره المدى، اوكي. الاهداف اسمها اهداف متوسطه المدى، الاحلام اسمها اهداف طويله المدى، اوكي. الاحتياجات بتكون في خلال قد ايه؟ 3 شهور. الاهداف 6 شهور. طب والاحلام؟ سنة. يعني انا في سنة اقدر احقق حاجة النهاردة بالنسبة لي هي دريم؟ الاجابة يس. بس نكمل مع بعض للاخر، بس في الاول وفي الاخر لازم تكون كاتب الاهداف دي، لازم تكون كاتب الاهداف دي وعارفها كويس جدا. لان زمان اتقال لي كلام يا جماعه، اتقال لي كده بالظبط، اوعى تكون عامل او عندك الذاكره بتاعت السمكه. عارفين يا جماعه السمك الصغير الذاكره بتاعته كام ثانيه؟ 5 ثواني. بيشوف السمك الكبير يلف ويجري ثانيه 2 3 4 5، نسي ان كان في سمكه كبيره يقوم متاكل. نفس الكلام، ما تكونش عندك ذاكرة السمك بالنسبة لأهدافك، لأن في وسط دوامة الشغل أنت بتنسى أنت عايز إيه أصلاً. صح ولا مش صح يا جماعة؟ مين متفق على الكلام دوت؟ عشان كده لازم تكون كاتب الأهداف بتاعتك. طيب إزاي أكتبها؟ 3 حاجات. إزاي تكتب أي هدف عندك؟ أول حاجة تكون كاتب الهدف نفسه، أنا عايز أجيب سيارة. حلو. 2 القيمة، سيارة بكام؟
والله ب $10,000. رقم ثلاثة، وقت، في خلال قد ايه؟ في خلال 6 شهور، في خلال 3 شهور، في خلال سنة، في خلال اي حاجة. عشان كده في ناس تيجي تقول لك والله انا عايز اجيب عربية او اجيب سيارة. ايوه سيارة ايه؟ اي حاجة. ايوه نوعها يعني، اي حاجة، 4 عجلات بيمشوا على الارض، اي حاجة حضرتك انا موافق. ده عمره ما هيوصل لحاجة. طيب في نوع تاني يقول لك ايه؟ والله انا عايز اجيب سيارة لانسر او سيراتو او كيا او ان كان، بكام، موديل كام، مش عارف يعني، والله اي حاجة منهم هتبقى كويسة، اظن هتبقى كويسة. غلط. لازم اعرف السيارة دي قيمتها كام، لازم اعرف الاهداف بتاعتك بفلوس كام، لازم تكون ماتيرياليستك، حاجة مادية. رقم ثلاثة، حضرتك عايز تجيب العربية امتى او السيارة امتى؟ والله جاب بكرة انا مبسوط، شهر تمام، 6 شهور يعني هبقى متفائل، سنة مش هنخسر بعض عشان عربية. يا جماعة ده برضو غلط، لان ساعتها مش هيكون عندك حاجة اسمها المحاسبة للنفس. ازاي تحاسب نفسك؟ انك تكون حاطط خط نهاية للأهداف بتاعتك، صح ولا مش صح؟ هل انا بعمل اللي عليا ولا مش بعمل عليا؟ هل انا شغال مظبوط ولا مش شغال مظبوط؟ الحاجة الوحيدة اللي هتتحكم في الموضوع ده كله هو ايه؟ الوقت اللي انت حاطه لتحقيق الهدف اللي انت عاوزه. ماشيين مع بعض؟ الو ماشيين مع بعض؟ اوكي بيرفكت. يبقى اذا اول حاجة what is your targets and dreams. وفي يوم من الايام هتبص هتلاقي لما الاحتياجات بتتحقق الاهداف بتبقى احتياجات، والاحلام بتبقى اهداف، وبيظهر لك احلام جديدة. عشان كده دايما بنقول ان في النتورك ماركتينج سقف طموحاتك واحلامك بيعلى كل شوية. ماشيين مع بعض؟ ماشيين مع بعض؟ طيب تعال نتكلم على المفتاح الثاني من مفاتيح النجاح بعد التارجتس والدريمز بتاعتك. النوع الثاني او الحاجة الثانية، كلمة بتضايق ناس كتير او بتضايق الجنس البشري عموما. ايه النقطة الثانية؟ هي الالتزام. اول ما حد بيسمع كلمة الالتزام يقول لك التزم بايه بقى ان شاء الله؟ بصوا يا جماعة، الالتزام هنا ملوش علاقة بالصحيان بدري، يعني حضرتك مش هتصحى بدري. ده مبدئيا دي كانت اكبر مشكلة في حياتي، ان انا بصحى بدري. حلو؟ وبصحى بدري بالمنبه، مش انا عايز اصحى بدري. حلو؟ في ناس يا جماعة من كتر ما بيشغلوا المنبه بقى المنبه جوه دماغه. زمان كان المنبه بيرن، دلوقتي دماغه هي اللي بترن. حلو؟ انت مش متخيل دماغه الساعة 6 الصبح، هي دي الفكرة، صح ولا لا؟ وبتلاقي الكلام ده في وقت الاجازة، وقت الاجازة عايز انام شوية، تلاقي نفسك صاحي في نفس الوقت اللي بتصحى فيه كل يوم من غير منبه. يس اور نو؟ الالتزام هنا ملوش علاقة بالصحيان بدري يا جماعة. احنا عندنا 3 انواع من الالتزام، ويا ريت تكتبهم وتركز فيهم كويس جدا. النوع الاول هو التزام الوقت او عدد ساعات العمل. لازم حضرتك تلتزم كل يوم بعدد ساعات عمل معينة لو عاوز تنجح جوه البيزنس ده. اللي مش هيعمل الكلام ده يا جماعة نتائجه ونجاحه غير مضمون. طيب ايه هم الساعات دول؟ 3 ساعات. حد هنا عنده مشكلة في 3 ساعات يا جماعة كل يوم حتى لو من البيت؟ ها؟ حد وزير معانا في الكول يا جماعة؟ ها؟ رئيس وزراء؟ حد عنده مشكلة في 3 ساعات كل يوم؟ أكيد لا يعني، صح ولا مش صح؟ ولكن مش المشكلة في ال3 ساعات، المشكلة أعمل إيه في ال3 ساعات؟ ال3 ساعات دول هتعمل فيهم حاجة من 3 فقط لا غير. 1 presentation، عرض عمل، عرض فكرة شغل أو product. أول حاجة presentation، عشان معانا ناس من المغرب ومن الجزائر ومن تونس، presentation تمام؟ بالعربي عرض العمل. أوكي؟ صح يا منجي؟ تمام؟ أوكي. طيب 2، تاني حاجة هي follow up او المتابعة. انا النهاردة سارة عملت لها presentation، شرحت لها presentation،
والله ساره شافت الموضوع فقالت لي طب بس انا اسلام عايزه افهم شويه تفاصيل اكتر، عندي استفسارات. بنحدد لساره ميعاد تاني اسمه فولو اب او متابعه، بتابع عشان اجاوب على الاسئله والاستفسارات بتاعت مين؟ بتاعت ساره. ماشيين مع بعض يا جماعه؟ اوكي. تالت حاجه هو دخول شخص جديد معاك اللي اسمه ساين اب. دي الحاجه الثالثه. هما دول الثلاث حاجات المطلوبين منك ولا اي حاجه تانية؟ برزنتيشن وفولو اب وساين اب. برزنتيشن فولو اب ساين اب. طيب دول احنا بنسميهم ايه؟ كور اكتيفيتي او النشاطات الاساسيه. اوكي يا جماعه، اي حاجه غير الثلاثه دول انت مش بتشتغل نتورك ماركتنج، انت بتشتغل نفسك، انت بتضحك على نفسك حلو ومحسس نفسك ان انا تمام انا بشتغل معاكم صح ولا ايه. وبعد شويه قال لا مفيش فلوس ليه، هو احنا ما بنعملش فلوس ليه، حضرتك بتشتغل لا انت حضرتك عايز فلوس ليه؟ صح ولا مش صح؟ فالفكره كلها فين؟ انك تشتغل كام ساعه يا جماعه؟ 3 ساعات كل يوم. اوكي ماشيين مع بعض؟ 3 ساعات كل يوم. اوكي كل يوم، مش اللي هو مثلا في ناس يا جماعه بتخش معانا البيزنس، وده للناس الجديده يا جماعه بالغزاله فاهم، يقول لك والله انا النهارده المود بتاعي حلو فهشتغل، تاني يوم انا اوت اوف مود، لو سمحت يا جماعه محدش يكلمني انا مخنوق شويه بس عندي بس معلش مخنوق مش هشتغل بكره. براحتك، مفيش قانون بيقول انك هيتم خصم فلوس منك، ولكن في قانون بيقول انك ما بذلتش مجهود مش هتاخد فلوس او مصاري. يس اور نو؟ صح ولا مش صح يا جماعه؟ فاذا 3 ساعات كل يوم ماشيين مع بعض؟ اوكي. طيب النقطة الثانية من الالتزام، تاني حاجة في الالتزام هي ايه؟ اكتب عندك التزام حضور التدريبات والمؤتمرات. التدريبات دي أهم حاجة في الكوكب، أهم حاجة، أهم حاجة. طيب في عندنا كذا نوع من أنواع التدريبات. في تدريبات الأول هي التدريبات المبدئية اللي هي تدريبات الأشخاص الجدد، ودول يا جماعة بيكونوا عبارة عن 10 أيام. أنت في العشر أيام دول لازم تكون، لازم تحضر التدريبات بتاعتهم. اليوم الأول النهاردة ده اسمه orientation عشان تعرف إيه الموضوع، هتعمل إيه، خطوات الأولى، الكلام ده كله. اتنين، كل الناس اللي في الميتنج ده بكرة عندك ميتنج تاني، بكرة عندك تريننج تاني، ممكن ما يكونش تريننج مجمع، ممكن يكون تريننج individual. التريننج ده اسمه إيه؟ اسمه first check meeting. الميتنج ده اسمه الميتنج المحبب إلى قلبي. أنتوا مش فاهمين يا جماعة، أنا كإسلام ده أكتر أصل ده أول ميتنج هتعمل بعده فلوس في خلال 72 ساعة. يبقى ميتنج محبب إلى قلوبنا كلنا ولا لأ يا جماعة؟ صح ولا مش صح؟ هي دي الفكرة. بعد 72 ساعة هتعمل إيه؟ هتعمل فلوس. أول فلوس هتعملها، هايل. بعد كده هتقعد اليوم الثالث هنطبق التدريب بتاع الفيرست تشيك ميتنج. بعد كده اليوم الرابع هتاخد تدريب اسمه تدريب الدعوة والانفيتيشن ودور اللينك، اسمه ذا ستارت اب ميتنج، ميتنج البداية. وده الميتنج اللي بتبدأ فعليا الشغل منه، وبنبدأ الشغل والمقابلات والمحاضرات والويبينارات والميتنجز والمفرمة كلها. اوكي؟ بعد كده بتبدأ تمشي مع حد اسمه الابلاين بتاعك اللي بيعلمك ازاي تشتغل. دي التدريبات اللي ايه يا جماعة؟ المبدئية للناس الجدد. في مشكلة في الكلام ده؟ الو، في مشكلة في الكلام ده؟ everything clear، كل حاجة تمام؟ اوكي استاذ عمر تاني ها؟ اوكي. التدريبات اول يوم الاورينتيشن، تاني يوم اسمه اليوم بتاع الفيرست تشيك ميتنج، وده ميتنج مهم جدا، والميتنج ده هو كلمة السر للنجاح في حياتي انا، انا اللي نجحني في الشغل ده طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، كان الميتنج اللي انا بقول لكم عليه اللي اسمه فيرست تشيك ميتنج. الحاجة التانية هو او بعد الميتنج ده تطبيق العملي في اليوم الثالث. النهارده اليوم الاول، بكره اليوم الثاني، بعد اليوم الثالث
اليوم الرابع هو اسمه الدعوة والإنفيتيشن ودور اللينك. دور اللينك أوكي، ده اسمه ستارت اب ميتنج، ميتنج البداية. ده الميتنج اللي بتبدأ بقى تشتبك وتشتغل وتعرف بقى مهارات معينة وتبدأ شغل. ماشي مع بعض؟ بعد كده بتبدأ مع حد مسؤول عنك بيعلمك خطوة بخطوة ازاي تشتغل من خلال التدريبات. ودي التدريبات المبدئية. اتنين، التدريبات الجماعية. اول واهم واقوى وافضل واحسن واهم تدريب في الكوكب اسمه الكي ميتنج. ايه الكي ميتنج ده يا جماعة؟ اكتب كده عندك، ده التدريب الاسبوعي. بصوا يا جماعة، تفوت اللي تفوته، تفوت اي حاجة في حياتك، بص يعني ان شاء الله يكون يعني في يعني اقول لك ايه، في خناقة جوه الاوضة اللي انت قاعد فيها الميتنج، لازم تحضر الايه؟ الكي ميتنج. لازم. زمان يا جماعة اتقال لي كلمة كده، اتقال لي اذا ما حضرتش الكي ميتنج، هي كلمة كانت شديدة شوية بس خوفتني، اذا ما حضرتش الكي ميتنج انت بتكتب شهادة وفاتك جوه الشغل ده. تخيل، والله عظيم يا جماعة فعلا الراجل اللي كان بيعلمني الشغل ده قال لي كده. فانا اصلا داخل الشغل ده عايز، عندي شوية اهداف عايز اعملها، عندي حاجات عايز اعملها، فكنت خايف ان انا فوت تدريب واحد. الكي ميتنج ده يا جماعة عبارة عن ايه؟ واحد، اكتب عندك، بتتعلم فيه السيستم، نظام الشغل. اتنين، عندك اي مشكلة هتتحل في الكي ميتنج. تلاتة، الانرجي والطاقة والموتيفيشن والبوزيتيف انرجي، الحماس اللي بتاخده من التدريب ده كفيل انه يفضل مخليك بتشتغل اسبوع كامل من غير ما تهدى. رقم اربعة، التطوير في الشخصية اللي هتحصل عندك مرعب. خمسة، المعلومات اللي هتاخدها عن جناس او عن الشغل او عن كايزن او عن تيم جلوري او عن كل حاجة، فين؟ في الكي ميتنج ده. هل الكي ميتنج ده يا جماعة ينفع يتفوت؟ ولا الهوى، انسى. بص مستحيل مستحيل، الكي ميتنج ده اهم حاجة في العالم. زائد الكي ميتنج بيتم تكريم الناس اللي بتحقق التارجت فيه، يعني كل اسبوع بقى عندنا تارجت، تكريمات الناس. تخيل كده، تخيل مثلا حسن راجل لسه بادئ جديد، حلو، يتم تكريمك قصاد 500-600 بني ادم، وصورتك تبقى على السكرين، والشخص اللي بيتكلم بيقول بصراحه يا جماعه انا عايز بجد فعلا اهني واحيي واشجع حسن الراجل اللي قدر ان هو الاسبوع اللي فات يحقق التارجت اللي احنا حاطينه، بجد واحد من ضمن اروع قصص النجاح اللي هتتولد معانا، واحد من ضمن الناس اللي انا بتفائل جدا ومتفائل ان هو راجل من الناس اللي هتعمل قصة نجاح كبيرة جوه الشغل ده. بصراحة حسن سوبر كونجراتيوليشن لك انك انت حققت التارجت ده. ممكن اسأل سؤال؟ انت لو مكان حسن تحس بايه؟ yes or no، صح ولا مش صح؟ فتخيل بقى ان حسن بيتقال له الكلام ده قصاد الفريق بتاعه الجديد، انت متخيل؟ انت مش فاهم. بلس ان حسن ما عمره ما يحقق التارجت اذا كان بيحضر التدريبات، صح ولا لا؟ اه صح. زائد ان حسن كمان هتنزل صورته على الفيسبوك وكل تيم جلوريا هتلاقيهم ايه؟ بيهنوا حسن على تحقيق التارجت ده. ولكن الكلام ده بسبب ان حسن بيحضر ايه يا جماعه؟ الكي ميتنج. كي ميتنج ثم الكي ميتنج ثم الكي ميتنج ثم الكي ميتنج. مين يا جماعه نفسه يحقق تارجتس بصراحه ويتكرم قدام البشر كلها بصراحه؟ اوكي بيرفكت. طيب النقطه الثالثه، التدريب الثالث هو اسمه كايزن اونلاين داي ايفنت. ايه كايزن اونلاين دي ايفنت؟ ده تدريب كل اول شهر بيحضروا مين بقى؟ شفتوا الراجل اللي كان اسمه شادي، الراجل اللي كان بيتكلم قبل ده يا جماعه؟ ده هتلاقيه واحد من السوبر ستارز اللي بتنور تدريب زي ده بعد كده ان شاء الله. هتلاقي كل الناس اللي اعلى مني في الشغل، من
ألمانيا ومن أمريكا ومن إيطاليا ومن دول كتيرة جدا بيطلعوا عشان يعلموك إزاي تشتغل الشغل ده كل أول إيه؟ شهر. كل أول شهر بتلاقي ناس مديرين في الشركة بيجوا يتكلموا عشان يقولك على تطورات الأحداث الشرق الأوسط وتستغل الكلام ده إزاي؟ بيقولولك على الحاجات اللي انت هتشتغل عليها الشهر الجاي عشان تعلي النتائج بتاعتك وتبدأ تعمل دخل. هي دي الفكرة. فالتدريب ده في غاية الأهمية. 4 تدريب على المعلومات للمنتجات، وده هيكون واحد من ضمن أروع التدريبات اللي حضرتك تحضرها علشان تتعلم ايه هي المنتجات وبتشتغل ازاي وبتعمل ايه وازاي تتكلم عنها والكلام ده كله. تدريبات زي في عندنا تدريب يا جماعة، وده واحد من ضمن أهم التدريبات، تدريب بيكون لايف على الفيسبوك. اوكي، التدريب ده يا جماعة ممكن تخلي كل الناس البروسبكتس او المرشحين بتوعك يكونوا موجودين فين؟ في التدريب ده. تدريبات كتيرة قوي فوق ما تتخيل، هدفها الوحيد ان حضرتك تعمل ايه؟ ان حضرتك تكون من الناس اللي بتنجح جوه البزنس ده. عشان كده يا جماعة تيم جلوري حريص كل الحرص اللي في الدنيا انه ياخدك من النقطة A اللي هي البداية للنقطة B هو الهدف بتاعك. بس اهم حاجة بقى انك ما تفوتش ولا تدريب. صح ولا مش صح يا جماعة؟ الو، صح ولا مش صح؟ never ever forever، اوعى تفوت ولا تدريب. ماشي مع بعض؟ طيب النقطة الثالثة والاخيرة في الالتزام. ثالث حاجة في الالتزام هي ايه يا جماعة؟ ودي نقطة مهمة جدا. ثالث نقطة في الالتزام هو التزام التواصل والاستشارة. التواصل والاستشارة، انك تتواصل مع الشخص اللي بيعلمك ازاي تشتغل الشغل ده. ليه؟ لان بص يا جماعة، في ناس بتعمل الاتي. ها اوكي، يقول لك بص يا اسلام، والله انا حصل معايا كذا كذا كذا، فانا بقى عملت 1 2 3. ها، صح بقى ولا غلط؟ حضرتك غلط طبعا، حضرتك غلط. فحضرتك بتبدا من حيث ابتدى الاخرون. في حاجه احلى، مثلا اخلاص عملت حاجه او حصل معاها موقف، ببساطه تيجي تعمل ايه؟ اسلام بقول لك ايه، والله انا حصل معايا كذا كذا، اعمل ايه؟ بس كلمه اعمل ايه دي هتريحك، هتسهل لك حاجات كتير، هتخليك تعمل نتائج بسرعه، وهتخليك تتفادى الاخطاء اللي كلنا وقعنا فيها. مين متفق معايا يا جماعه الكلام دوت؟ صح ولا لا؟ خاصه ان البيزنس بتاعنا ده عباره عن ايه؟ عامل كده مش عامل كده. اي شغل في الدنيا عامل كده ليه؟ عشان اللي فوق مش عاوز حد احسن منه عشان ما ياخدش مكانه. صح؟ اه صح. شغلنا بقى كل ما احنا بنكبر احنا بننزل لتحت وبنشيل الناس بتاعتنا على كتفنا عشان نكبرهم. هي دي القصة. انا واحد من الناس عايز كل الناس اللي هنا احسن مني 100 مليون مرة، لان لما انت هتبقى احسن انا هبقى احسن. صح ولا مش صح؟ عشان كلنا في مركب واحدة. فاي شخص بيعلمك هيكون حريص كل الحرص انه يكبرك وانه يديك المعلومة، عارف اللي هو بنقول عليه بالمصري الزتونة، الصافي بالسوداني الزيت، من الاخر الكلام اللي بيجيب من الاخر. هتعرفه منين؟ من الشخص اللي بيعلمك. عشان كده الزبدة. عشان كده من الاخر كده تواصل مع الشخص المسؤول عنك اللي هيعلمك ازاي تعرف تشتغل الشغل ده، وهيصلح لك كل حاجة بمنتهى البساطة والسهولة والسرعة. ماشيين مع بعض يا جماعة؟ ماشيين مع بعض؟ طيب اخر حاجة في الالتزام هي نقطة مهمة جدا. هتسمعوا كلمة يا جماعة او مصطلح كده احنا بنتداوله، اسمه ايه؟ اسمه empty your cup. empty your cup يعني ايه يعني؟ حاضر، انا ما حضرتك انا لسه ما شربتش اللي فيها. empty your cup يعني فضي دماغك. فضي دماغك، لان اوعى تعمل زي اسلام محمد اول ما دخل الشغل. اوعى. اوكي، اول ما دخلت الشغل انا فاهم حاجه واحده، الدكتور يفهم في اي حاجه، والحمد لله اول ما دخلت الشغل لبست في عمود زي الفل، ولا عملت اي نتائج ولا اي نجاحات،
وكنت حاسس ان انا افشل واحد في العالم. ليه؟ لان حضرتك انا كنت عامل زي المهندس اللي دخلوه يعمل عملية جراحية المريض، رسمت بقى رسمت عمارة على بطنه بس، هي دي الفكرة. ولا ينفع دكتور يبني عمارة، هيرسم لك عمارة على شكل جهاز هضمي، صح ولا مش صح؟ في الاول وفي الاخر ده لازم يتعلم وده لازم يتعلم. فحضرتك مش عامل دكتوراه في النتورك ماركتنج يعني، صح ولا مش صح؟ اه صح. حضرتك محتاج تتعلم ازاي تشتغله. اول خطوات التعليم انك تفضي ايه، انك تفضي ايه دماغك، صح ولا مش صح؟ حد عنده مشكله يا جماعه في انه يفضي دماغه؟ ها بس كده تمام 100%. طيب ثالث مفتاح من مفاتيح النجاح بعد الاهداف، ورقم 2 الالتزام. ثالث مفتاح واخر مفتاح واهم مفتاح، وبص ده اعتبره احسن واقوى وافضل مفتاح فيهم، اسمه ايه يا جماعه؟ الكونتاكت ليست. الكونتاكت ليست از يور لايف ليست. الكونتاكت ليست دي اساس كل حاجه. طب ليه يا جماعه انا ما بسميهاش نيم ليست؟ نيم يا شويه اسماء، صح ولا مش صح؟ موجوده على التليفون، موجوده مش عارف ايه. كونتاكت هو anybody I am in contact with، اي بني ادم انا على تواصل معاه. تواصل بقى من خلال سوشيال ميديا، تواصل من خلال موبايل، تواصل من خلال البلكونه اللي تحتنا في البيت، تواصل من اي مكان، المهم ده اسمه تواصل. حلو الكلام؟ طيب التواصل يا جماعه او قائمه التواصل او قائمه الاسماء دي اهم حاجه، بس اوعى تعمل برضو زي ما انا عملت. تمام؟ اول حاجه اتقال لي اسلام روح اكتب قائمه الاسماء بتاعتك. طبعا رحت ماسك تليفوني، والله محمد اصلا مش لاقي ياكل، مش هينفع في الشغلانه دي. محمود ده حمار ما بيفهمش في الحاجات دي، لا لا سيبك منه. علي الواد علي ده مخ مفتح كده وعقل بيحب الانترنت، ممكن اكلمه. حسين ده نيجاتيف وفقري وهيقرفني في حياتي، سيبك منه. وقعدت اقول ده ينفع وده ايه وده ما ينفعش، صح ولا مش صح؟ حد يا جماعه فكر التفكير ده قبل كده؟ ارفع ايدك لو سمحت. صح ولا مش صح؟ اكتر حاجه مهمه هي ايه؟ لو سمحت never ever forever prejudge. اوعى تسبق الحكم على حد وتقول ان الراجل ده ينفع او ما ينفعش، لان everybody and anybody can be successful in network marketing. اي حد يقدر ينجح في النتورك ماركتنج، اي حد، والله اي حد، طول ما هو عنده تارجت وعنده دريم وبيتعلم نفس الحاجه اللي انت بتعلمها يقدر ينجح. ماشي مع بعض يا جماعه؟ فرقم واحد او القاعده never prejudge. يعني ايه prejudge؟ الحكم المسبق على الناس. اياك والحكم المسبق على مين؟ على الناس. اوعى تحكم على حد. اتنين، تاني حاجة، قائمة الأسماء بتاعتك يجب ألا تقل عن كم واحد؟ قائمة الأسماء، في ناس تقول لك والله أنا عندي 50 واحد. 50 واحد ده معناها إن دول الناس اللي أنت شايف من وجهة نظرك إنك ينفع تتكلم معاهم، مش دول معارفك. ولو فعلا دول معارفك حرفيا كلهم هم عبارة عن 50 واحد، فده معناه إن أنت من يوم ما اتولدت عايش تحت السرير وما نزلتش من بيتكم. أوكي؟ فين القصة؟ مش حاجة اسمها كده. أوكي يا جماعة؟ الفكرة فين؟ ركز معايا بقى. قائمة الأسماء اكتب الحاجات اللي أقول لك عليها. واحد، تيجي منين؟ من الموبايل والفيسبوك والإنستجرام والسناب شات وكل وسائل التواصل الاجتماعي، زائد صحاب الجامعة وصحاب المدرسة اللي في عقلك بس مش معاك أرقام تليفوناتهم. في ناس يا جماعة في عقولنا بس مش معانا ارقام تليفوناتهم، صح؟ اكتب اسمه وخش اعمل سيرش لغايه ما يكون ايه؟ موجود عندك في قائمه الاسماء. عشان كده قائمه الاسماء بتاعتك يجب الا تقل عن كم شخص؟ 300 بيرسون، 300 بني ادم. كل الناس ما عندهاش اقل من 300 بني ادم، مستحيل مستحيل 300 بني ادم. ومش بقول لك ان كلهم تبقى عارفهم او قريبين ليك،
عشان كده النقطة الثالثة هي نقطة في غاية الأهمية، هي إيه؟ تقسيم قائمة الأسماء. هتقسم قائمة الأسماء دي على حسب إيه؟ على حسب الريليشن أو العلاقة بتاعتك معاهم. إلى اكتب عندك بقى، أول قسم اسمه الـ A+ اللي هما مين دول؟ دول أقرب 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 الناس ليك. دول أقرب ناس في الكوكب، دول الناس اللي انت علاقتك بيهم 100% مع بعض 24 ساعة، أهلي وإخواتي والناس. عارفين يا جماعة اللي هم الانر سيركل أو الدايرة المغلقة، أول ناس في حياتك. اتنين الـ A دول 80%، بنخرج بنروح بنطلع بننزل، ولكن مش لدرجة الثقة العمياء بتاعت 100% دي. اوكي؟ بي دول 60%. مين دول يا جماعة؟ دول الناس صحاب الجامعة، صحاب الشغل، صحاب المدرسة، صحاب الشارع، صحاب المنطقة. ممكن اقف اتكلم معاه ساعة، بس لو رفع عليا سماعة التليفون او كلمني اكيد في حاجة، اكيد في حاجة. عارفين الموضوع؟ عارفين الناس دول يا جماعة؟ عارفين الناس دول؟ هم دول الناس البي. السي 40%، دول بتوع ايه؟ المناسبات والكومنتات. عارفين الناس دول يا جماعه؟ واللايكات، الف مبروك، البقاء لله، مش عارف رمضان كريم، مش اي حد، كل ساوند تايم. دول السي او الناس اللي انت بتشوفهمش غير في اللايكس، تك 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 اي حاجه. عارفين الناس دول يا جماعه؟ ما بتتكلموش اصلا، بس لايك او كومنت او الكلام ده كله، وهي بتبقى الدنيا رايحه جايه يعني. اوكي؟ دول السي. الدي دول 20%، دول الناس اللي انت عارفهم شكلا وهم عارفينك شكلا. عارف بتسلموا على بعض ازاي؟ كده بس. عارفين الناس دول يا جماعه؟ والله في كل واحد فينا عنده الناس دول في حياته. اكتب دول برضو، اكتبهم، لان احنا عندنا سيستم هنعلمك من خلاله ازاي تتواصل مع كل الناس دي. ماشيين مع بعض يا جماعه؟ ماشيين مع بعض؟ اوكي. ولكن اخر حاجه هتكلم فيها في الكونتاكت ليست، انت بدات عند نقطه ايه؟ معاك العربيه الفراري، هي جناس، زائد معاك التيم والكوتش والابلاين اللي هيعلموك ازاي تسوق العربيه، وعارف انت رايح فين، التارجت او الدريم بتاعك. يتبقى ايه؟ يتبقى البنزين اللي هيفول العربيه دي، صح؟ البنزين ده هو مين يا جماعه؟ البنزين ده هو الكونتاكت ليست بتاعتك. كل ما البنزين والكونتاكت ليست زادت، كل ما العربيه قطعت مسافات اطول، كل ما اهدافك والحاجات اللي انت بتحققها كبرت من البيزنس ده. ماشيين مع بعض؟ ماشيين مع بعض يا جماعه؟ طيب، اذا مفاتيح النجاح عباره عن كام حاجه؟ ثلاث حاجات. واحد، يور تارجتس، اهدافك واحلامك اللي انت داخل عشانها البيزنس ده، ان نيفر ايفر فور ايفر جيف اب. اوعى تستسلم عن هدف انت نفسك فيه او حاجه انت عايز توصل لها، من الشغل او بره الشغل او ايا كان. اثنين، الالتزام، التزام ثلاث ساعات، التزام وقت، التزام حضور تدريبات، التزام تواصل واستشاره مع الابلاين بتاعك. ان نيفر فورجيت امتي يور كاب، اوعى تنسى فضي دماغك. رقم ثلاثه، ثالث حاجه، قائمه الاسماء. لازم تكتب قائمه الاسماء بتاعتك بالكامل، ما تقلش عن 300 واحد، تقسمها. ورقم ثلاثه، ما تحكمش على حد. طيب انا مطلوب مني ايه من دلوقتي لغايه بكره؟ اعمل ايه؟ ايه المطلوب مني بالظبط بقى؟ بعد الميتنج ده اعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه، لو ما شفتش لسه فيديو الويلكم هتشوف الفيديو ده. اوكي؟ ده اول نقطه. النقطه الثانيه، تاني حاجه، هتكتب قائمه الاهداف بتاعتك، ولكن في دفتر جديد، كشكول جديد او دفتر جديد. ليه؟ بدايه جديده لحياه جديده ورحله جديده في حياتك. يس اور نو يا جماعه؟ صح ولا مش صح؟ رحله جديده في حياتك. قائمه اهداف اكتبها، اهداف قصيره المدى، متوسطه المدى، وطويله المدى. رقم ثلاثه والاخيره، كونتاكت ليست.
اكتب كونتاكت ليست، اكتب قائمة الأسماء بتاعتك وقسمها لـ A بلس و A و B و C و D. ده الكونتاكت ليست بتاعتك ودي أهم حاجة. طيب إذا أنا خلصت الكلام ده النهاردة، بكرة بقى، بكرة جهز نفسك إنك هتعمل أول فلوس ليك من الشغل ده، جهز نفسك إنك هتعمل أول فلوس ليك بعد ما تحضر الميتنج الأولاني. ولكن اوعى تخرج من الميتنج ده تكلم حد، لأنك لسه مش عارف هتكلم الناس إزاي، صح ولا مش صح؟ اوعى تعمل زي الدكتور اللي فاهم في كل حاجة، صح ولا مش صح؟ وخلي بالكم الناس من حوالينا هتلاقيهم فاهمين في كل حاجة. لو جيت سألت واحد تقول له سمعت عن الشغل اللي اسمه النتورك، تقول لك سمعت عنه طبعا، وهو عمره ما سمع عنه ولا في طبق اليوم حتى. حلو، الفكرة كلها فين؟ كل المطلوب منك ما تكلمش حد لحد بكرة، وبكرة هتعرف كويس جدا ازاي تكلم الناس، ازاي تظبط الدنيا، ازاي تعمل نتائج بمنتهى السرعة، ازاي تعمل نجاحات كبيرة جدا، ازاي تتنقل من رتبة للتانية جوه الرانكس بتاع الجناس. كل الكلام ده كله هتعرفه، وازاي توصل لأول ترقية وأول رتبة وأول تكريم في خلال ما لا يزيد عن 72 ساعة جاية إن شاء الله. هو ده الحاجة وهي ده القصة، وهو ده أول ميتنج للناس الجديدة، الأورينتيشن ميتنج. كل اللي عليك إنك تطبق الكلام اللي إحنا قلناه، كل اللي عليك إنك تكتب الكونتاكت ليست، تكتب الأهداف بتاعتك، وتظبط الدنيا عشان بكرة الميتنج الجاي. وإن شاء الله يا جماعة، إن شاء الله هتبقى أحسن وأفضل وأروع رحلة هنشتغل فيها مع بعض 3 سنين. عود نفسك على الناس اللي انت قابلتهم جديدة ديت، عود ناس نفسك على الأشكال بتاعت الأشخاص دي، لأن هم دول الناس اللي هتعيش معاك 3 سنين جايين إن شاء الله، 3 سنين مختلفين تماما، ورحلة أروع مما تتخيل. وبإذن الله هيكون القرار ده أصح قرار انت أخدته في حياتك. ليا كل الشرف إن احنا هنشتغل مع بعض الفترة الجاية. بتمنى لحضراتكم جميعا كل التوفيق وكل الخير، ربنا يكرمكم ويوفقكم. وانتوا يا جماعة بصراحة يعني من الناس اللي انا بتشرف ان انا اشتغل معاهم، الناس بتوع تيم جلوري، من اول كوتشادي الزاوياني، كوتش نظمي نفاع، سكيك، ناس كتيرة جدا، مش عايز بس انسى حد، الى ان كل فرد من افراد المنظومة دي بإذن الله بإذن الله بإذن الله هيكون في منطقة مختلفة تماما. وطبعا نوع مروان الروبي دايركتور بتاعتنا، اوكي، ان شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هتكون فترة مختلفة تماما. شدوا حيلكم، ربنا يكرمكم ويوفقكم، وبتمنى لكم كل التوفيق وكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا كثير لك دكتور اسلام، شكرا كثير على المعلومات الرائعة. وبتمنى يا جماعة، انا يعني كمية المعلومات والانرجي اللي بناخدها بميتينج زي هاي بصراحة افضل شيء انك انت تروح مباشرة تطبق، تفكر الميتينج هلا وتقعد تفكر كيف. في نوعين من الناس، في نوع من الناس اللي بقعد يطبق الموضوع، وفي ناس بتفنن في تطبيق الكلام اللي عمله دكتور اسلام، بتفنن في تطبيق هذا الكلام عشان يعمل باذن الله افضل نتائج ممكنة. الناس اللي سجلت معانا جديد، الناس اللي صار لها ايام، انتوا عبارة عن اشخاص محظوظين، لانه في بدايتكم دخلتوا وبلشتوا وحضرتوا وسمعتوا من The One and Only دكتور اسلام محمد. يعطيكم الف مليون عافية، وان شاء الله دائما بنشوفكم بالقمة تكملة لهذا الاجتماع. بكرة بنفس الوقت رح يكون عندنا الساعة 7 بتوقيت فلسطين اجتماع تاني هذا الاسبوع، رح يكون في عندنا 3 ميتينجز. ضروري تتأكد انت والناس اللي موجودين عندك انكم تكونوا كلكم موجودين بهاي الميتينجز. يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.